السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نظبط درجة حرارة التلاجة من حيث التبريد في جميع انواع التلاجات. فالطريقة تعتبر واحدة مش هتختلف كتير. لو جينا بصينا على التلاجة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، عندنا هنا ثلاث اوضاع: وضع الوينتر والنورمال والسمر. فبنبدأ نشوف، وليكن مثلا احنا في فصل الشتاء بنخليها على وينتر، لو احنا في الصيف بنخليها على سمر، لو الجو مش مظبوط ولا منه ساقع ولا منه حر فبنخليها على نورمال، ويفضل انها تكون على نورمال في جميع الاوقات. ليه؟ لان لو مثلا احنا في الشتاء ولا حاجة والفريزر بتاع التلاجة موجود فيه حاجات كتير، فكل الحاجات اللي موجودة في الفريزر مش هتتجمد معاك بشكل كويس. لو مثلا احنا مخليين الوضع هنا على سمر اللي هو وضع الصيف، فالمفروض التبريد بيكون عالي جدا لان الجو بيكون حر، فالتلاجة بتشتغل انها تجمد الحاجات اللي موجودة معانا في الفريزر. اما بالنسبة لوضع الشتاء اللي هو الوينتر، لو خليناها على وضع الشتاء بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، فمعنى كده التبريد هيكون قليل او مثلا بشكل معقول، لان كده كده احنا بنكون في فصل الشتاء فالتبريد بتاع التلاجة ما بيكونش عالي. ولو احنا معانا حاجة وعايزين نخليها تجمد على طول في اسرع وقت، نخليها على سمر، بحيث ان لما بتكون الوضع على سمر فالتلاجة بتفضل شغالة وما بتفصلش كل شوية، فده بيساعد ان الحاجات اللي موجودة في التلاجة او في الفريزر انها تتجمد بسرعة. ده كده بالنسبة للفريزر. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي التلاجة من تحت. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، عندنا هنا ميني وماكس. نبدأ نشوف احنا عايزين نخليها على وضع ايه. لو نلاحظ ان في سهم هنا في البكرة، نبدأ نحدده على الوضع اللي احنا عايزينه. لو احنا عايزين التبريد يكون عالي جدا، فهنلف البكرة كده بحيث نخلي السهم قصاد كلمة ماكس اللي هي اعلى حاجة. لو احنا عايزينها وسط في المعقول، هنخليها قصاد نورمال انها تكون في الوسط. لو عايزين التبريد يكون بسيط خالص مش محتاجين تبريد عالي، هنخليها على اقل حاجة اللي هي ميني. وبرضو نقدر نحدد على حسب الحاجة اللي احنا محتاجينها بالظبط. يعني ممكن نخلي السهم تحت هنا شوية بحيث ان هو ما يكونش على اقصى حاجة، وفي نفس الوقت يكون بيبرد الحاجة اللي موجودة في التلاجة بشكل كويس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.